اولها كانت هتاكلني، وبعدين راحت قايمه لي، هو دخل دلوقتي قالت لي محمود راح فين؟ قلت لها راح الفلات، قالت لي لما يجي قولي له يجي يقعد جنبي. فمحمود ودينا هما جزء من اللي دعمته مؤسسه مصر الخير، جزء من المؤسسه المجتمع المدني مع القطاع الخاص مع الناس اللي بتثق في قدرات مصر وولادها، نقدر نعمل حاجات كتيرة ونقدر يبقى عندنا كيس زي دي بيبصوا لبكرة. ملايكة عايشين على الأرض، اتنين ملايكة بيتجوزوا بعض، أكيد لما هيخلفوا في يوم من الأيام هيخلفوا ملاك كمان. شكرا جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم. أشكرك يا أمل جدا على الفكرة دي والمبادرة اللي عملتيها، أعتقد إنه يعني أثرت فينا كلنا. أنا مش هطول عليكم، إحنا طولنا كفاية، بيتهيألي مش هيبقى في وقت للأسئلة. أنا عايز أشكر كل المتحدثين النهاردة، أمتعونا جدا، بيتهيألي إن إحنا سمعنا حكايات كتيرة قوي، والغرض من الناريتيف بتاعنا إن إحنا نسمع حكايات، عرفنا أدوار جديدة، اتعلمنا حاجات جديدة منهم. أتمنى ما كنتش طولنا عليكم، نشكركم على حسن الاستماع. تحياتي لكم عبر نافذة نهار اليوم وموعدنا المتجدد مع أحداث النهار، ولمدة ساعتين نقلنا وإياكم جزء من المؤتمر لأول منتدى للإعلام والعلاقات العامة في مصر، طبعا تحت مسمى ناريتيف بي آر سامت. وطبعا هذا المنتدى ربما يكون له أبعاده الإيجابية على الإعلام المصري. خلال الساعتين زي ما نوهنا لحضراتكم هتكون هنتناول فيهم أهم ما يدور على الساحة المحلية والدولية والعالمية. بدايتنا هتكون مع الذكرى 46 لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. النهاردة افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي متحف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بمصر الجديدة، ويأتي تطوير المتحف ضمن مبادرة إحياء تراث مصر الجديدة، وطبعا ده اللي بيتضمن تطوير كل ما هو أثري وتراثي في هذا الحي العريق. وطبعا زي ما بفكر حضراتكم زي مبنى غرناطة مثلا على سبيل المثال، واللي هيتم تحويله لمسرح مكشوف في مصر. على الجانب الثاني توافد عدد من المواطنين النهاردة على ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبري القبة لإحياء الذكرى 46 لوفاته، ورفع طبعا المواطنين لأعلام مصر وصور الزعيم الراحل الخاصة بإحياء هذه الذكرى لوفاة هذا الزعيم العربي والمصري القدير. على الجانب الثاني كثفت القوات الأمن الخاصة بهذا المنطقة بتزامن مع إحياء الذكرى، وتمركز عدد من قوات الأمن أمام الباب الرئيسي للضريح لتأمينه، وزار جمال عبد الناصر وأسرة الزعيم الراحل وابنه طبعا عبد الحكيم عبد الناصر، ولإحياء هذه الذكرى واستقبال المواطنين لأسرة الزعيم جمال عبد الناصر بهتاف طبعا تحيا مصر وعبد الناصر حبيب الملايين. وزي ما بذكر حضراتكم إن يعتبر هذا الإحياء الخاص بالمراسم الرسمية التي تخص المواطنين قبل أن تكون تخص الدولة، برفع الأعلام لإحياء أو للتعبير عن حب المصريين لهذا الزعيم الراحل. كما وصل كمان مشاهدينا الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبري القبة لإحياء الذكرى 46 لوفاته، ورحم الله هذا الزعيم
الراحل جمال عبد الناصر، والذي ربما تكون إنجازاته هي التي تتحدث عنه في التاريخ في الوطن العربي قبل أن تكون فقط في مصر. رحم الله الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. طيب، عشان نتعرف أكتر على الأجواء اللي خاصة بإحياء هذه الذكرى، ينضم إلينا زميلنا أحمد مصلحي من موقع هذا الحدث، وكذلك ليضعنا في الأجواء الخاصة بإحياء الذكرى لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. أحمد، إذا كنت تسمعني صف لنا المشهد لديك. يعني نحن الآن كنا بالقرب من ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، يعني منذ الصباح الباكر توافدت أعداد كثيرة جدا، المئات من المواطنين لتحيي ذكرى رحيل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. كان هناك عدد كبير من وسائل الإعلام وأيضا من الشخصيات العامة وبالطبع أعضاء من أسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، يعني كان على رأسهم نجله عبد الحكيم عبد الناصر وأيضا الدكتورة منى عبد الناصر كانوا على رأس الموجودين، وأيضا الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين، وعدد كبير من المواطنين الذين جاءوا لإحياء ذكرى رحيل عبد الناصر، ويعني أكدوا أن رصيد عبد الناصر في قلوب المصريين لا يزال يتزايد حتى بين الأجيال التي لم ترى عبد الناصر ولم تشاهد عبد الناصر في يعني وقت ما كان يتولى حكم مصر. كانت هذه هي الأجواء المسيطرة على ذكرى رحيل عبد الناصر في ضريحه وفي يوم وفاته. الوضع الأمني يا أحمد أخباره إيه؟ الوضع الأمني كان يعني كانت هناك حراسات من القوات الشرطة وأيضا من القوات الجيش وتحديدا من الشرطة العسكرية كانت تحرس المكان، ويعني كان الوضع هادئ تماما ومطمئن لمن يريد زيارة قبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. شكرا لك أحمد مصلحي مراسلنا من أمام ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وندعو الله أن يتفقد هذا الزعيم بكامل رحمته، هذا الزعيم المؤثر في الوطن العربي كما قلنا من قبل وسنقول، والتاريخ هو الذي يقول قبل أن نقول احنا كمصريين، ان الزعيم جمال عبد الناصر تأثيره فقط ليس على المصريين ولكن على الوطن العربي بشكل كبير. هنتحول بعد كده إلى مباحثات ثنائية مهمة جدا جرت ما بين العاهل البحريني والملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين والإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين. طبعا احنا عارفين ان ده أثناء جولة سيقوم بها طبعا الدكتور أحمد الطيب بداية من البحرين وبعد كده يتحول إلى جنيف لمتابعة هذه المباحثات الثنائية التي تجرى للأزهر الشريف. ناقش الإمام الأكبر مع العاهل البحريني سبل وآليات نشر الثقافة الوسطية والسلام، وطبعا كذلك الجهود اللي بيقوم بها مجلس حكماء المسلمين واللي بيرأسه طبعا شيخ الأزهر من أجل تعزيز ثقافة السلم والتعايش المشترك وقبول الآخر بالطبع، وده أهم ما يدعو له الأزهر الشريف. ألقى الإمام الأكبر في ختام اللقاء كلمة إلى الأمة العربية والإسلامية للتأكيد على ضرورة الوحدة والاصطفاف ونبذ الفرقة والشقاق لتوفيت أي فرصة على المتربصين بأمن الأمة واستقرارها. أهم طبعا ما جاء في هذه الكلمة المهمة من الدكتور أحمد الطيب لشعب البحرين هو امتزاج الثقافات والخبرة الواسعة والتوحد والتجمع والاعتلاء فوق الاختلافات والفروق المذهبية والدينية والعرقية، وأن الشعب البحريني له السبق في كونه نموذج للتجمع والائتلاف في تاريخ الإسلام. وأكد طبعا أن هناك من يجيدون اللعب على وتر الطائفية واستغلال العاطفة الدينية في الهيمنة والتسلط لغير المتورعين في انتهاج العنف طريقة لتحقيق أهدافهم التي لا تقرها أخوة الخاصة بالدين ولا حقوق الجوار ما بين الدول. طبعا من ضمن الكلمات والتصريحات المهمة في كلمة الدكتور أحمد الطيب للشعب البحريني أنه هو دعا علماء المسلمين أن يتقوا الله
في شعوبهم، وأن يكونوا على قدر المسؤولية في القيام بالواجب الوطني في إنهاء بث خطاب الفتنة والكراهية وتحقيق الوئام والتآلف بين الشعوب وخاصة الشعب العربي. طبعا مجلس حكماء المسلمين كان لديه الحرص الشديد على وحدة الأمة الإسلامية ورفض أي عمل أو فكر يؤدي إلى التنازع وفشل المسلمين، وأكد كمان الدكتور أحمد الطيب أننا نرفض بشدة أي عمل أو فكر يؤدي إلى إقصاء المسلمين عن الإسلام والإبقاء على فريق بعينه ومنح لقب الإسلام لطائفة ومنعه عن طائفة أخرى. تصريحات مهمة جدا، مش عايزين نقف على كونها تصريحات فقط، ولكن يجب أن يكون أرض الواقع هو من يتحدث على تفعيل هذه التصريحات، وأن الأزهر رغم أنف كل حاقد له دور كبير في نبذ هذه الطائفية ونبذ هذه الرسائل الخاصة بتعنيف صورة الإسلام أمام العالم وليس فقط أمام العالم العربي، وكل من يدعون الإسلام وأنهم يحملون لواء الإسلام ربما يكون هم السبب الرئيسي في تشويه هذه الصورة. للتعليق أكثر حول هذه الزيارة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عبد الفتاح العواري، وهو المدير كلية أصول الدين بجامعة الأزهر. دكتور عبد الفتاح، تحياتي لحضرتك في البداية. تحياتي أختي الفاضلة وللمشاهد الكريم، أهلا وسهلا مرحبا. دكتور عبد الفتاح، هناك أنا عميدا لكلية أصول الدين. أهلا بيك يا دكتور. أهلا أهلا بيك يا دكتور. دكتور عبد الفتاح، حضرتك أكيد تابعت معنا تصريحات الكلمة الخاصة بالدكتور أحمد الطيب أثناء زيارته الخاصة بالبحرين، وهذه التصريحات المهمة التي ربما لا نريد أن تقف على حد فقط التصريحات ولكن تنفيذها على أرض الواقع. كيف رأيت ذلك، وكيف يمكن تنفيذ هذه التصريحات المهمة على أرض الواقع وعدم تشويه صورة الإسلام؟ يعني هذه التصريحات في تلك الكلمات الطيبة التي أدلى بها فضيلة الإمام في هذه الكلمة التي تشوقت إليها شعوب الأمة العربية والإسلامية، بل أقول تشوقت إليها شعوب العالم. يعني حسبما عودها فضيلة الإمام في كلماته التي ألقاها في أوروبا في كثير من البلدان وأفريقية وآسيا، كلماته تدعو إلى السلام وإبراز محاسن الإسلام وبيان أن الإسلام دين لا يقصي أحدا، وإنما يدعو إلى التعايش دون ما نظر إلى معتقد أو لون أو عرق أو جنس. ومن يرتكب خلاف ذلك فهو إنسان لا يعرف الإسلام، بل مثله وأفعاله لا تحسب على الإسلام، فالإسلام دين السلام. الإسلام دين الإنسانية، والإنسانية كلها بينها رحم واحدة، فكلها إلى آدم عليه السلام. إذن هذه الكلمات كانت مهمة جدا، والكل يتطلع إليها، وكلما سمعها شعب من الشعوب اطمأنت نفسه وتشوف وتشوق لزيارة فضيلة الإمام. فهذه الزيارة التي قام بها إلى دولة البحرين الشقيقة، كم تشوق الشعب البحريني لزيارة شيخ الإسلام وفضيلة الإمام لهذا البلد الطيب، وخاصة أنه يترأس مجلس حكماء المسلمين الذي لا يخلو شهر من الشهور إلا ويرسل قوافل سلام على مستوى العالم. يدعو فيه إلى السلام، يدعو فيه إلى الحوار بين الحضارات، وأن الإسلام دين لا يعرف الصدام بين الحضارات، وإنما هو دين يعرف الحوار ويؤمن به، دين من أصول عقائده التعايش، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، فسنة الله في الخلق أن يكونوا مختلفين عقائديا وفكريا وسياسيا واجتماعيا، يختلفون في اللون والعرق واللون والجنس، فهذه سنة سنة كونية أرادها الله تبارك وتعالى كي يتحقق التوازن
في العيش على هذا الكوكب الأرضي. فليس هناك إنسان يفهم الإسلام إلا ويدعو بمثل ما يدعو إليه فضيلة الإمام الأكبر، الرجل الذي حمل على عاتقه وحمل هموم الأمة، بل أقول هموم العالم، بالنسبة لنظرته الثاقبة التي يعرف بها معنى الأخوة الإنسانية، معنى العلاقة بين الشعوب، معنى احترام الشعوب بعضها لبعض. فمن هذا المنطلق يحمل تلك الهموم ويبث في نفوس الشعوب ولكن يعني رسائل السلام والطمأنينة. بالحديث عن هذه الرسائل كما أشرت الآن دكتور عبد الفتاح، يعني هناك دور لا يجب أن يفقده الأزهر الشريف، وهو الدور التوعوي له، وخاصة دوره تجاه الإسلام حول العالم وليس فقط على الوطن العربي. هذا الدور التوعوي ما بينه وما بين تجديد الخطاب الديني إلى أين من خلال الأزهر الشريف في الفترة القادمة؟ الدور التوعوي الذي ينشده الأزهر الشريف، وخاصة منذ أن تولى فضيلة الإمام هذه المهمة وتلك المسؤولية، دور واضح وضوح الشمس. فشيخ الإسلام يضع الأرضية الصلبة وكأنه يخطط لمستقبل مشرق للدعوة الإسلامية وللتوعية الواضحة الجلية التي تجمع ولا تفرق، التي تدعو إلى الوحدة لا إلى الاختلاف، تدعو إلى التسامح لا إلى العنف، تدعو إلى البناء لا إلى الهدم. ومن هنا تأتي هذه النظرة المستقبلية في تدريب الأئمة والدعاء والوعاظ على سماحة الإسلام ونشر فكر وسطية الإسلام، وأن الله تبارك وتعالى ما نصبنا قضاة على قلوب الناس حتى نحكم على غيرنا بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة، فأمر العباد موكول إلى الله. وهذه الثقافة وجدت طريقها وسلكت سبيلها وقام بها الدعاة الذين يتم تدريبهم ليل نهار على مدار العام في الأزهر الشريف، ينتشرون في أرجاء المعمورة. ليس هناك يا أختي الفاضلة بقعة من الأرض إلا وفيها عالم أزهري تزود بالفكر الوسطي وتسلح بسماحة الإسلام، وهذا دائما وأبدا ما يشد فضيلة الإمام عليه ويدعمه بكل ما يملك. فالمستقبل إن شاء الله باهر، والمستقبل إن شاء الله مبشر بعودة البشرية الحائرة إلى معنى الأخوة التي يدعو إليها دائما فضيلة الإمام الأكبر. طيب دعنا نرد على من يتشائم على الجانب الآخر. هناك مرارا وتكرارا نرى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يكرر في خطاباته، ليس فقط في التصريحات الخاصة بالشعب البحريني مؤخرا، ولكن دايما يحذر من اللعب على وتر الطائفية. أنت تعلم جيدا دكتور عبد الفتاح أن الوطن العربي والكثير من الدول العربية تعاني من أوضاعها الداخلية نتيجة الأفكار التطرفية وكذلك العقائدية المختلفة. إذن كيف يمكن التنسيق على سبيل المثال مع الأزهر الشريف وكذلك مع الجامعة، جامعة الدول العربية، في توحيد خطاب ديني ربما يكون في إطار سياسي لتوحيد الأفكار الدينية وإلغاء وإضعاف وإذلال هذا الوتر الطائفي الذي يحذر منه كثيرا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب؟ سؤال وجيه جدا ومهم في نفس الوقت. أختي الفاضلة، أنت تعلمين ليس هناك زيارة على مستوى العالم قام بها فضيلة الإمام إلا وكانت له محاورات مع رؤساء تلك الدول والمسؤولين فيها المعنيين بشؤونها، وليس هناك دولة من الدول إلا ودعت فضيلة الإمام أن ينقذ هذا البلد بمنهج الأزهر الوسطي. وتكون هناك بروتوكولات بتعقد لتدريب الأئمة الذين يعملون في هذه الدول سواء في أوروبا أو آسيا أو أفريقيا أو أمريكا، فيأتون إلى الأزهر
فينتقى لهم الصفوة من العلماء ومن كبار العلماء والمفكرين، ليس على المستوى الشرعي فحسب بل على سائر المستويات في مصر تحت مظلة الأزهر الشريف والتدريب تحت إشراف الأزهر الشريف، ويزود هؤلاء الذين يأتون من كل حدب وصوب من كل بلد خارجي سواء كان عربي أو غير عربي أوروبي أو أفريقي آسيوي، عند نهاية الدورة يقفون على معالم الشريعة العظيمة ومحاسن الإسلام، فكأنهم يقولون لولا مجيئنا إلى الأزهر ما كنا نعرف الحقيقة، لأن هناك فكرا كما قلت متشددا يغزو هذه البلاد بحكم ما يملكه من ثروات أو فلوس أو غير ذلك. فالأزهر الآن يقوم بدوره بنشر الفكر الصحيح عن طريق تدريب أئمة هذه الدول والقائمين على أمر الدعوة في بالنسبة للأقليات المسلمة في الدول الأوروبية، كذلك بنشر المراكز الثقافية التي تحمل وسطية الأزهر، كذلك بفتح جامعات وكليات أزهرية هناك في هذه الدول. كل ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية بالنسبة لمصر والأزهر الشريف ومع السفراء للدول التي لها سفراء عندنا، وبالتنسيق مع جامعة الدول العربية. فما دامت النوايا صادقة وما دام الهدف واحد فإن العالم أجمع لا يثق في مؤسسة رسمية شرعية إسلامية كمرجعية للعالم الإسلامي إلا الأزهر، والأزهر يشعر بهذه المهمة الثقيلة ولا يألو جهدا فضيلة الإمام شيخ الأزهر من القيام بهذه الأعباء وتوزيع المسؤوليات وبذل الجهود حتى يحقق ما يتمناه، أن يرى البشرية كلها أخوة تتحقق فيها المعاني والقيم الإنسانية التي هي قدر مشترك بين الجميع، وبهذا يعم السلام ويتحقق الترابط الاجتماعي بين سكان الكرة الأرضية. نتمنى ذلك دكتور عبد الفتاح، ولكن على الجانب الآخر وبالحديث عن العالم الغربي وصورة الإسلام للأسف التي ربما يريد من يشوهها البعض وأنت على علم بذلك، إذن البعض يتساءل أين الأزهر الشريف من خلال الصد لهذه الرسائل التي تؤدي إلى تشويه صورة الإسلام في العالم الغربي، وأنت تعلم جيدا أن هناك بعض التصريحات التعسفية ضد المسلمين، يعني نحن على مشارف انتخابات أمريكية أنت تعلم دكتور عبد الفتاح، وبعض المرشحين الأمريكيين مثل دونالد ترامب قال أنه يمنع أو يريد أن يمنع دخول المسلمين من الولايات المتحدة الأمريكية. إذن أين الأزهر من هذه التصريحات التعسفية والعنصرية تجاه الإسلام؟ الأزهر يا سيدة الفاضلة لو تتبعت بياناته لكل حدث يقع على الكرة الأرضية سواء بالنسبة للأقليات المسلمة في غير الدول الإسلامية أو بالنسبة للأقليات غير المسلمة في الدول الإسلامية، تقفين على البيانات القوية شديدة اللهجة التي تدعو قادة العالم وقادة الدول العظمى ألا يكال بمكيالين، وأن تتحقق معاني الحرية وحقوق الإنسان التي ينشدها العالم كله بالتساوي بين أفراد بني البشر. فالأزهر لا يهدأ ولا يسكت ولا يقف أبدا بحال من الأحوال حينما يسمع مظلمة لشعب أو لأقلية سواء أكانت مسلمة أو غير مسلمة. أما هؤلاء الذين يزايدون من أجل كسب أصوات أو غير ذلك في انتخابات أو غيرها، فهؤلاء في الحقيقة لو نظرنا إليهم نظرة فيها تأمل صادق لوجدناهم هم الذين يصنعون تلك الجماعات المتشددة إرادة تشويه صورة الإسلام، وهم يعلمون تماما أن الإسلام من ذلك براء، وأن تلك الجماعات تعود أفعالها فيكتوون بنارها. فهذا صنيعهم، ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها كما يقولون. صحيح. فالأزهر لا يقف أبدا مكتوف الأيدي بل يناشد الضمير العالمي. حتى مرة كنا مع فضيلة الإمام في أحد السفر فقال
أناشد الضمير الإنساني إن كان هناك بقية من ضمير الإنساني. صحيح. هكذا نص كلمته التي صرح بها في بعض الدول حينما رأى حال اللاجئين الذي يرسى له بسبب الحروب الطاحنة والأسلحة فتاكة التي يتاجر فيها الغرب من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية أو سياسية. هذا هو موقف الأزهر. صح. من كل قضية. صحيح. تحدث في دنيا الناس وعلى وجه الأرض. وأختم معك هذا هذه المداخلة المهمة دكتور عبد الفتاح، أن يشاء من يشاء ويأبى من يأبى، فأن الأزهر دور عالمي قبل أن يكون له دور إقليمي أو ربما يكون دور مصري بطبيعة المكان فيه. فالأزهر له رسالة سامية وهو صورة الإسلام في الوطن العربي، ويشاء من يشاء ويأبى من يأبى، رغم كل حاقد أو أنف كل حاقد يريد أن إلى تصغير أو استخفاف من دور الأزهر. دكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر، أنا بشكرك شكر جزيلا. شكرا. على هذه المداخلة. شكرا لحضرتك. احنا دلوقتي هنتوجه إلى الزميلة هالة قنديل، أجرت لنا حوار مع لمياء كامل وهي مديرة إحدى الشركات الكبرى في العلاقات العامة على هامش المنتدى الإعلام الدولي للإعلام والعلاقات العامة. نتابع هذا اللقاء مشاهدينا ونعاود. هلا هلا معنا على الهواء مباشرة. هلا، إذا كنت تسمعيني جيدا. أستاذ المشاهدين أحييك بالفعل من داخل بالفعل ايوه، نحن متواجدين الان داخل المنتدى الاول للعلاقات العامه، وهذا المنتدى يقام اليوم ربما للمره الاولى، ويشارك به عدد كبير من الشركات والخبراء في مجال العلاقات العامه وربما ايضا خبراء دوليين، ويقدم هذا المنتدى في دورته الاولى تجارب لدول قامت باستخدام العلاقات العامه لتحسين صورتها ويعني جذب مزيد من الزيارات الاستثمارات والسياحة. أستاذة لمياء كامل المديرة التنفيذية لشركة سي سي، برحب بيكي معنا شركة على قناة النهار اليوم. برحب بيكي. أهلا بيكي، وبشكر قناة النهار على اهتمامها بالمؤتمر ومشاركتها فيه، والحقيقة أنتوا قناة محترمة وأنا بتابعكم عن كثب يعني، وسعيدة جدا بوجودكم معايا النهاردة. أشكرك شكرا جزيلا. تم طرح عدد كبير من الموضوعات خلال هذا الملتقى، ربما كان أبرزها كيف نستخدم العلاقات العامة في تحسين صورة مصر و يعني جذب مزيد من الاستثمارات والسياحة وما إلى ذلك لمصر، وهو مجال ربما العلاقات العامة لها باع كبير فيه. في دول كتير طبقت هذا هذه التجربة، ولكن نحن في مصر لدينا بعض المشكلات. كيف سنقوم أو كيف هي رؤيتكم لتطبيق هذه الرؤية؟ أولا قبل أي شيء لازم نعرف أن مجال العلاقات العامة مجال استراتيجي جدا، وواخد وضعه هذا في الكثير من الدول. فهتلاقي في بلاد عربية كتير في الشرق الأوسط وفي أوروبا وفي أمريكا مهتمة جدا بمجال العلاقات العامة، وبتشوفوا أنه مش مجرد أخبار بتتكتب ومؤتمرات صحفية. الموضوع أكبر من كده بكتير. الموضوع ساعات بيدخل في صناعة السياسات الاقتصادية. يعني لو في مثلا سياسة معينة ممكن ما تقدرش أن احنا نروج لها بشكل جيد أو ما نوصلهاش للناس بشكل جيد، بيدخل على طول العلاقات العامة في الموضوع وبيعرف ازاي يطلع رسالة جيدة في هذا بهذا الشأن. وطبعا ده مش معناه ان احنا بنقلل من شأن اللي بيحصل في مصر. مصر اوريدي حصل فيها تطور، واوريدي في جهات كتير جدا جدا في الدولة وفي الحكومة بتهتم بالعلاقات العامة، لكن احنا عايزين نوسع هذا الامر اكثر من زمن. هذا اولا عايزين نقول ان في متحدثين جيدين جدا جدا موجودين في البلد، في القطاع الخاص وفي المجتمع المدني وفي الحكومات، وكلهم موجودين معانا النهارده حتى في الايفنت، وموجودين قصدي في المنتدى، وفي منهم كتير متحدثين. فاول حاجه انك عايزه تلفتي النظر لوجود هذه الكوادر. تاني حاجه لاهميه العلاقات العامه كدور استراتيجي في اكثر من مكان وفي اكثر من جهه وفي اكثر من مؤسسه. يعني ما يبقاش الموضوع مقصور على وزارة أو اتنين، لا، ينعممه كمان في أكثر من مكان. تالت حاجة أن يبقى عندك منبر محترف
مصري بيقدم هذا الكلام. ابتديناه هنا في مصر، دي أول قمة مصرية تتعمل، وإن شاء الله السنين اللي جاية نبتدي نصدرها للخارج. يعني زي ما يبقى عندك اليوروماني وعندك دافوس وعندك الويب سامت وعندك الجلوبال سامت الجلوبال بي آر سامت، يبقى عندك ناراتيف المصرية. يعني احنا عملناها بالإنجليزي بس هي قمة العلاقات العامة المصرية ناراتيف. فيبقى عندك هذا الكلام ويبقى عندك هذا المنتدى. السؤال المهم لتطبيق هذا، يجب أن يتعاون كل من القطاعين العام والخاص، كيف يمكن تحقيق هذا على أرض الواقع مع وجود عدد كبير من الصعوبات اللي بتواجه دايما هذا التعاون في مجالات مختلفة؟ بصي، أنا عامة أنا مش من النوع المؤمن بالصعوبات. يعني أنا لما أنا والمجموعة لما فكرنا إن احنا نعمل ناراتيف، الناس قالوا علينا مجانين، إزاي تجمعوا المتحدثين دول كلهم في مكان واحد؟ إزاي تقدروا تجيبوا كل الحضور ده في مكان واحد؟ وإزاي تقدروا تطلعوا حاجة يعني بهذا الشكل كأنك في مؤتمر برا مصر بالظبط، الناس تيجي من 8 الصبح تسجل؟ عملناها والناس جت والناس حضرت، وفي متحدثين. جالك جيسون ماكنزي من معهد شارتر للعلاقات العامه، السي اي شارتر اوف انستيتيوت اوف بي ار، وجالك باتريشا بيركستراسر دي كانت بتشتغل في الخارجيه الامريكيه في 2008، وجايلك ناس كتير جدا جدا من جوه مصر. فده معناه ان انت دوله محترمه، عندك ارث عظيم، فبالتالي تقدري انك تعملي حاجات كثيره جدا جدا. الموضوع بس عايز قرار. يعني يوم ما هنقرر ان احنا عايزين ندي العلاقات العامه دورها ونرجع لها المصداقيه بتاعتها ونبتدي نستغلها بشكل اكبر وانها تبقى ليها دور اكبر من كده، ده قرار. يوم ما هناخد القرار ده ما فيش هيبقى في اي مشكله في اي حاجه ثانيه. اخيرا، التوصيات اللي هتخرج بيها يعني كوادر هذا المؤتمر، كيف سيتم رفعها وكيف سيتم تطبيقها؟ اولا احنا هناخد بس اسبوع هنجمع فيه كل اللي اتقال في المؤتمر وهنطلع توصيات محترمه. طبعا هو انا هدي نبذه عنها في اخر المؤتمر، هدي نبذه عن التوصيات، لكن التوصيات نفسها او كل ما ذكر في المؤتمر هنعمل بيه تقرير، وهيبقى اول تقرير للعلاقات العامه في مصر هيترجم للغه الانجليزيه، وهنحاول كمان نترجمه للفرنسيه، وان شاء الله نساعده لجميع الجهات السياديه، وان شاء الله نستفيد من هذا الموضوع. استاذ لمياء كامل، المدير التنفيذي لشركه سي سي بلس، شكرا لظهورك معانا على قناه النهار اليوم. اشكرك حبيبتي، ثانك يو فيري ماتش، ميرسي على كل حاجه. شكرا لحضرتك، وايه اعود اليكي مره اخرى لاستكمال نشره الاخبار. شكرا جزيلا لك زماله زميله هاله انديل مراسله النهار اليوم، ولضيفتك الكريمه الاستاذه لمياء كامل مديره احدى الشركات الكبرى على هامش المنتدى الاعلام الدولي والعلاقات العامه. طيب هنروح دلوقتي للقاء خاص مع النهار اليوم مع وزير الاتصالات الأسبق عن بعض الإجراءات الخاصة، زي ما زمايلنا بيقولونا دلوقتي إن هيكون بعد شوية، مش دلوقتي، هيكون لقاء خاص مع وزير الاتصالات للنهار اليوم. بس خلينا نروح دلوقتي إلى بيان صادر عن وزير الطيران مساء أمس. قال إن وزير الطيران المدني شريف فتحي استقبل أمس الثلاثاء وزير النقل الروسي ونائب وزير النقل الروسي في إطار طبعا إعادة الرحلات الروسية إلى مصر مرة أخرى، والوفد المرافق لسفير روسيا لدى مصر، طبعا لاستكمال المباحثات المصرية الروسية حول استئناف الرحلات الجوية ما بين البلدين. خلال الاجتماع ده تم استعراض الإجراءات الأمنية الخاصة بمطار القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، وما تم اتخاذه من خطوات مهمة لزيادة أمن الطيران بالمطارات المصرية، من تأمين للركاب والحقائب والطائرات والاستعدادات الخاصة لعودة الرحلات الروسية إلى مصر. ده بالإضافة أن تمت مناقشة جميع القضايا التقنية الخاصة بأمن الطيران والمتطلبات التي تم الاتفاق عليها من أجهزة ومعدات ومواعيد وصولها وطبعا وتركيبها في المطارات المختلفة المصرية. إلى جانب ده، صرح وزير الطيران المدني بأن الوزارة ممثلة في سلطة الطيران المدني طبعا بتقوم بدراسة وضع اتفاقية ثنائية ما بين مصر وروسيا بتضمن الإجراءات الأمنية التي سيتم اتباعها لعودة استئناف حركة الطيران بين البلدين، وبتعتمد الاتفاقية دي في بنودها طبعا على الإجراءات اللي أقرتها منظمة الإيكاو والمدرجة بالفعل في البرنامج القومي لأمن الطيران المصري. إلى جانب ده، صرح وزير النقل الروسي أن محادثات استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر والمتوقفة طبعا منذ نهاية العام الماضي طبعا قطعت شوطا كبيرا
من الإنجاز بفضل تعاون الجانب المصري، ومشيدا بالمباحثات اللي تمت مع وزارة الطيران المصرية خلال زيارته الحالية لمصر، وأكد طبعا أن هناك أمل كبير لتحقيق نتائج بناءة وأن هناك استعداد كبير لاستئناف الرحلات الجوية ما بين مصر وروسيا في القريب العاجل، وهذا هو ما نتمناه في الفترة القادمة لعودة واستئناف السياحة ما بين مصر وروسيا. طبعا للتعليق أكثر والتفاصيل أكثر حول هذا الشأن ينضم إلينا الأستاذ أحمد مصطفى، وهو مدير مكتب المطار باليوم السابع. أحمد، بعد التحية لك، اطلعنا على آخر التفاصيل المتعلقة بالمباحثات ما بين مصر وكذلك روسيا الخاصة باستئناف الطيران مرة أخرى من الرحلات الروسية إلى مصر. زميل أحمد، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميل والأستاذ أحمد مصطفى مدير مكتب اليوم السابع بمطار القاهرة، وسنعاود معك الاتصال مرة أخرى لتطلعنا على آخر التفاصيل المتعلقة بزيارة الوفد الروسي للاطمئنان على آخر الإجراءات الخاصة بمطارات القاهرة وكذلك شرم الشيخ لاستئناف مرة أخرى الرحلات الروسية إلى مصر. في شأن غير بعيد عن هذا الأمر، قال مصدر من سلطة الطيران المدني في تصريحات صحفية إن الوفد الروسي الذي تفقد الإجراءات الأمنية بمطار الغردقة الدولي طلب تحديد مبنى ركاب من الاثنين التابعين للمطار الخاص للركاب الروس فقط. وأكد المصدر إن إدارة مطار الغردقة الدولي بعد مناقشات جرت مع وزارة الطيران المدني وقيادات الوزارة وقع اختيارها على مبنى الركاب رقم 2 في المطار القديم لاستقبال السياحة الروسية التي تستأنف قريبا إن شاء الله. عودنا الاتصال بالزميل أحمد مصطفى مدير مكتب اليوم السابع بمطار القاهرة. الزميل أحمد، إذا كنت تسمعني جيدا، يعني اطلعنا على آخر التفاصيل لديك بشأن استئناف الرحلات الروسية مرة أخرى إلى مطار القاهرة وكذلك شرم الشيخ والغردقة بالطبع. أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، إذا كنت تسمعني جيدا، ما هي آخر التفاصيل لديك بخصوص استئناف الرحلات الروسية مرة أخرى إلى مصر وخاصة في مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ؟ يبدو أن الحظ لم يحالفنا في التواصل مع الزميل والأستاذ أحمد مصطفى مدير مكتب اليوم السابع بمطار القاهرة ليطلعنا على آخر التفاصيل الخاصة بالوفد الروسي واستئناف الرحلات الروسية مرة أخرى إلى القاهرة في القريب العاجل. أخيرا جاء معنا الأستاذ والزميل أحمد مصطفى مدير مكتب اليوم السابع بمطار القاهرة.
استاذ احمد انت تسمعني الان جيدا؟ نعم اسمعك جيدا. اهلا بك استاذ احمد. يعني اريد منك ان تطلعنا على اخر التفاصيل الخاصه باستئناف الرحلات مرة أخرى الروسية إلى مطار القاهرة وبالطبع أيضا شرم الشيخ والغردقة في القريب العاجل. أنا عايز أقول لحضرتك إن احنا بالفعل الزيارة الأخيرة اللي كانت على وزارنا وسافر امبارح كان برئاسة وزير النقل الروسي دي كانت زيارة موفقة جدا. طبعا كان أعقابها إن كان في وفد عشان برضه حضرتكم عارفين كان جانا من حوالي اسبوع الوفد كان في 8 راحوا الغردقه وفي 7 راحوا شرم الشيخ وفي 4 جنائيين كانوا يعني تفقدوا الحصان بتاع الطائره اللي كانت سقطت اللي كانت موجود في مطار القاهره بالفعل. وهم طبعا الزياره كانت يعني بتدي مؤشرات مهمه جدا ان ده اكبر مسؤول بيجي هنا وكان فيها توافقات وتم الاتفاق خلالها على توقيع مذكرة تفاهم ما بين الجانبين المصري والجانب الروسي من خلال الاتفاقيات المعمول بها في الطيران المصري والمعتمدة من منظمة دولية منظمة الإيكاو وبالفعل موجود. كان الوزير شريف سكسي طبعا دعا أعضاء الوفد أمس والوزير الروسي لزيارة مبنى ركاب تيرمينال 2 أو مبنى ركاب 2 وده اللي تم بالفعل افتتاحه التجريبي اليوم برحلتين وابدوا سعادتهم جدا بالاستعدادات. ايضا هم يعني تاكدوا من بعض حاجات كثيره جدا في زيارات لشرم الشيخ والغردقه كانت حسب كلام شريف فتحي وزير الطيران قبل مغادرته لروسيا منذ الاسبوع الماضي قبل وصول الوزير الروسي لزياره القاهره كان اخر ملاحظاتهم ان هم كانوا بياكدوا ان المترددين على المطار من العاملين الدائمين بالمطار مثلا موظفين وخلافه لابد من وجود ما يعرف بالبصمه سواء بصمه العين او بصمه الصباع في دخول الابواب المختلفه ويحدد لهم الابواب عشان الدخول والخروج. هي دي كان من ضمن الحاجات الموجوده، انما اجراءات التامين بتاعه المطار عايز اقول لحضرتك الاجراءات عاليه في الدقه والوفود طبعا ما كانش في عندهم ملاحظات بالعكس كانوا ماشيين كويس جدا وبيشوفوا ده مش الوفد الروسي ده مش هو الوفد الوحيد الاسبوع الماضي برضه كان عندنا وفد الماني وكان في وفد امريكي وفي لجنه النقل الامريكيه بتمر علينا بشكل مستمر. وطبعا انا عايز اوضح حاجه بس عشان الساده المشاهدين برضو يبقوا عارفين اما بيجي مثلا وفد روسي بيشوف الاجراءات التامين بتاعه المطار طبعا ده حقه اما بيجي شركه مثلا وفد بريطاني بيجي يشوف ما بيفتش على المطار ككل وبيفتش على اجراءات تامين الرحله بتاعته رحله الخطوط اللي طالعه لندن سواء كانت مصر طيران او الشركه الوطنيه او اذا كانت الخطوط الجويه البريطانيه الخاصه بيهم. يعني هو مش هيمشي يدقق في كل حاجه هو ممكن احيانا في وفود عامه ليست وفود بتبص مثلا على اجراءات البوابات التامين منذ دخول الراكب بدايه من دخوله من الاكسري الاول ثم الثاني ثم عمليه البوردنج والوزن ثم وصولا للجيت ثم التفتيش الذاتي ثم الحاجات دي كلها مرور اللي هي بنسميها احنا مراحل عمليه السفر وتعقيم الراكب حتى وصوله. عايز اقول لحضرتك بصراحه بجد النهارده اللي حصل في المطار انا بكلمك من المطار حاليا النهارده افتتاح المبنى الجديد مبنى 2 ده حاجه جميله جدا 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 وحاجه انجاز بنشيد بيه طبعا ونشد على ايدين المسؤولين بقطاع الطيران المدني. ايضا الجانب الروسي امبارح كانوا مبهورين جدا جدا في الزياره بالليل ويمكن ده كان سبب رئيسي في تاخير. عايز برضو حسب المصادر لليوم السابع بقول لحضرتك ان امبارح كانت المصادر اكدت لينا واكدت الكلام ده برضو النهارده صباحا ان سبب ارجاء او سبب الغاء المؤتمر اللي انعقده امس هو ان جدول مواعيد ومقابلات مع المسؤولين المصريين مع الوفد الروسي كان فوق طاقه الوقت المتاحه وبالتالي تم الغاء الامر والاكتفاء ببيان موضح مفسر يمكن البيان اتاخر شويه لطلوعه او صدوره لما صدر امس لكن ده عشان يكون شافي ووافي بيوضح طيب كل النقاط. كان في مباحثات خاصه بالجانب الروسي وكذلك المصري، هذه المباحثات هل تضمنت مثلا عده اليات خاصه لمتابعه الطائرات عندما تستأنف مره اخرى في مصر؟ هو عامه عشان الموضوع ما فيش متابعه اليات خاصه، يعني فكره الاليات الخاصه في حركه الطيران المدني هناك في معايير دوليه لابد من اتباعها. بتنظمها الى جانب هذه المعايير الدوليه هل هناك اجراءات اضافيه؟ يعني كان في كلام كثر الفتره الاخيره عن وجود او تخصيص صاله
خاصة بالطيران الروسي أو بالركاب الروس أو حاجات زي كده. ده في مطار الغردقة صح كده؟ ده في مطار شرم الشيخ، كانوا متحديدا في شرم الشيخ وفي الغردقة. وفي الغردقة امبارح أو امبارح كان برضو بعض وسائل الإعلام قالت إن الجانب الإيطالي بيقول إن إحنا عايزين برضو صالة خاصة. بالعكس هذا الأمر يعني الموضوع مش زي ما هم متخيلين. لما اتكلمنا مع المسؤولين قال بالعكس هو التوقيت اللي بينزل فيه الطيران بتاعهم، لأن غالبية الطيران ده بيكون طيران شارتر أو طيران عارض بيجي في وقت منتظم أو في رحلات خاصة، وبالتالي هو بيدخل ما بيكونش فيه مواعيد تشغيل مع الطيران المختلف سواء طيران الشركة الوطنية أو بعض الشركات الأخرى. فبالتالي انت نازل انت بطياراتك او حاجتك، فبتحس ان انت موجود انت لوحدك، مفيش حد حواليك في المطار، انت بتقوم باجراءاتك الكامل. عايز اقول لك طبعا الجانب المصري يعني وزاره الطيران وعلى راسها الوزير شريف فتحي، طبعا الراجل لا يدخر جهد فعلا في التنسيق وفي الترتيبات. ايضا الجانب الامن المصري، الناس الممثل في امن مطار القاهره، الناس بتقوم بدورها على اكمل وجه وكافه الاجهزه الامنيه، واحنا طبعا كلنا بنقول ان احنا مستنيين السياحه ومستنيين اي حد يجي. كل جميل جدا عشان احنا مستنيين السياحه، يعني ربما يعني سؤال ينتظره الكثير من المصريين وخاصه من يعملون في قطاع السياحه. هل لديك معلومات عن بخصوص معلومه ان الرحلات دي ان شاء الله هتستأنف في اكتوبر القادم؟ هو الكلام اللي احنا سامعينه كله واللي سمعناه من بعض المصادر في مطارات شرم، في مطار شرم الشيخ، ان فعلا في كلام وفي ارهاصات. في معلومات ايضا توفرت لينا من مصادر لم تفصح عن اسمها يعني حسب ما ارادت، وقالت ان في ان ربما خلال الفتره البسيطه القريبه جدا ايام في عدد من بعض رجال الاعمال والشركات الكبيره الروسيه طلبت التواصل مع بعض الشركات اللي بتقدم خدمات للطائرات الروسيه. فمعنى ان شركه جايه بتتكلم في خدمات لطائرات، معنى ان في طائرات بالفعل جايه. وهناك طبعا التحرك، لكن مفيش معلومات مؤكده. لا مفيش معلومات مؤكده على ميعاد رسمي، بس طبعا طبقا للامور اللي حصلت امبارح والزياره يعني كل حاجه ماشيه في سكتها بشكل كويس جدا، ومستنيين بس هو الضوء الاخير. اذا يعني هناك ارهاصات شبه مؤكده؟ أكيد لا مش إرهاصات، كمان هي نقدر نقول هي تتجاوز مرحلة الإرهاصات، هناك تأكيدات وبنسب كبيرة جدا تفوق 70% و80% على عودة السياحة. نتمنى ذلك. وآخر نتمنى ذلك. إن شاء الله. الأستاذ أحمد مصطفى مدير مكتب اليوم السابع بمطار القاهرة، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل المتعلقة باستئناف الرحلات الروسية مرة أخرى إلى مصر، وربما انتعاش السياحة ولو بشكل جزئي ومؤقت لحين انتعاشها بشكل كبير مثلما كان يحدث في السابق في مصر، طبعا من خلال الرحلات الروسية. والكثير منا يعلم أهمية الرحلات الروسية لنا في السياحة المصرية وقطاع السياحة حتى يمكن أن يتعافى في الفترة القادمة إن شاء الله. هنروح بقى لربما يكون أمر اجتماعي شوية ولكن يهم الكثير منا، وهو إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع للأسف معدلات الطلاق في عام 2015 إلى 2.2 في الألف، يعني بزيادة 83% عن المعدل في سنة 1996. إيه اللي حصل بقى؟ قال الجهاز المركزي خلال إعلان نتائج الدراسة الخاصة بتطور ظاهرة الطلاق خلال العشرين عام الأخيرة اللي هي من سنة 1996 إلى سنة 2015. طبعا ده للوقوف على أهم ملامح الظاهرة الخاصة بارتفاع حالات الطلاق في مصر مع الأسف. طبعا وفقا لبعض الخصائص الديموغرافية، إن كان من أهم نتائج الدراسة الاتجاه العام لمعدلات الطلاق بمصر خلال السنوات الدراسة وتأرجح معدل الطلاق ما بين الثبات والانخفاض والارتفاع خلال العشرين سنة الأخيرة اللي احنا بنقول لحضراتكم اللي هي من سنة 1996 لسنة 2015. إيه اللي حصل بقى؟ إن المعدل استقر عند 1.2 في الألف خلال السنوات ما بين 1996 ل 1999، خلال الثلاث سنين دي تم استقرار لمعدل معين. المعدل ده انخفض ل 1.1
خلال الفترة من 2000 ل 2002، ده كويس جدا. لكن في نهاية العقد الأول بقى ومطلع العقد الثاني أقل المعدلات، لأن وصل المعدل إلى يعني 9 من 10 في الألف، منخفض بنسبة 25% عن المعدل في بداية الفترة. لكن بعد كده للأسف المعدل ده ارتفع بشكل ملحوظ. طيب إزاي بيتم تنفيذ هذه الآلية؟ إيه الشروط الديموغرافية اللي ربما تكون ليها علاقة بتحديد هذه المعدلات؟ كل ده ربما هيساعدنا فيه الأستاذ الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية بجامعة عين شمس. دكتورة سامية أهلا بحضرتك معانا. أهلا بيك يا ستي. أهلا بيك دكتورة سامية. يعني البعض يتساءل كثير عن الأسباب ربما تكون السوسيولوجية أو الاجتماعية والسيكولوجية النفسية عن زيادة معدلات الطلاق في المجتمع المصري، هل نقدر إن احنا نحدد أسباب اجتماعية ونفسية محددة في عناوين؟ أيوة طبعا. لزيادة هذه المعدلات هو الحقيقة احنا كل 6 دقائق في مصر عندنا حالة طلاق واحد للأسف، وعندنا نسب طبعا معنى كده ان نسب الطلاق يعني عالية، وخاصة في يعني مجتمع المفروض ان هو مجتمع ليه تقاليد وليه عادات وليه قيمين. ولكن في الآونة الأخيرة وللأسف يعني مع طبعا يعني خروج المرأة للتعليم ثم للعمل ثم عدم يعني قدرتها على أنها تتحمل وتصبر كما كانت تفعل أمهاتها وجدتها غير في المنظومة كثيرا. أيضا بالنسبة للشاب، اللي أصبح بيتزوج في سن متأخرة، فأصبح طبعا بيمارس كثير جدا من يعني العادات الخاصة بيه، يسهر زي ما هو عايز، يخرج زي ما هو عايز، محدش بيقوله رايح فين وجاي منين، بيصرف زي ما هو عايز، فبيشعر بعد كده ان هو كأنه وضع في قفص مغلق. كمان احنا ما بنديش يعني مقدمات ولا بندي تمهيد ولا بندي دورات تدريبية لمعنى ما هي الحياة الزوجية. الحياة الزوجية مش مجرد رسمة شهر عسل يومين ثلاثة بنسهر فيهم ونضحك فيهم وخلاص. طب يا دكتورة، ما هو كتير جدا اللي يسمعونا دلوقتي خطيرة جدا. ما هو يا دكتورة يعني عذرا للمقاطعة، كتير جدا من اللي يسمعونا دلوقتي يقول طب ما احنا ما كانش فيه ثقافة مثلا توعوية بالزواج أيام مثلا جدودنا وأمهاتنا، ومع ذلك كان هناك استقرار في العلاقة التبادلية ما بين الرجل والمرأة تحت سقف بيت واحد، والعلاقه دي بتنجح. يا سيدتي اهالينا يعني امهاتنا وجداتنا واحنا كمان كان الامور، كان المجتمع الى حد ما في منغلق، لحد ما البنت ما كانتش بتتعلم ولغايه ما تخلص وبعدين تقول لك انا لازم اجرب العمل ثم تحتك بكل من حولها ثم ممكن لها تسافر ثم بتقبض مبلغ معين ثم مش اي حد بترضى بيه وهو كمان مش اي حد بيرضى بيها، وثم لما بترتفع سن الزواج بعد كده يلا جوز بقى انت سنك كده، اول حاجه اتجوزي بقى انت سنك بقى كده فوق 30 سنه ما ينفعش، اتجوز بقى يا عم انت ما ينفعش كده. فاللي بيحصل بدل بقى ما يكون لسه في وقت علشان تفكير ونختار اختيار معقول بيبقى فيه تسرع. ده طبعا عنصر ومحور من محاور، لكن في كمان المحور المادي. المحور المادي محور مهم جدا جدا، انه البنت حتى لو بتشتغل اي شغل اي شغل ان شاء الله حتى بياع في محل تقول لك انا معايا فلوسي انا هصبر عليه، هو مضايقني، هو تعبني، هو فظ، هو يعني اسلوبه عنيف، او هو يقول انا مش عجباني فاصبح ما بقاش فيه الصبر و الموده والرحمه اللي بتتقال في العلاقات. نقدر نقول ان هو ما فيش صبر يا دكتوره ساميه، ولا نقدر ان نقول ان الاجيال الجديده عندها القدره والشجاعه في مواجهه المسلمات الموروثه؟
إذا صح التعبير اجتماعيا في أن الطلاق ده ممكن يكون كده بالبلدي، يعني ما احنا بنقول ده عيبة في حق البنت أو عيبة في حق الولد إن هو يكون مطلق، لكن هما الأجيال الجديدة دي قدرت إنها تواجه هذه المسلمات الموروثة بالتمرد على الأوضاع ربما تكون اللي هي مش عاجباهم في استمرارهم بالحياة مع بعض. نقدر نقول كده ولا نقدر نقول ده تغير يعني ثقافة مجتمعية؟ هي ممكن نقول، هو ممكن نقول عنصر من العناصر، بس ما دام انت اصلا مش حاطه في اعتبارك انك انت عايزه تكملي المسيره بطريقه هادئه وانك وتمتصي بعض المطبات اذا كانت ممكن ان تحترم وان تعديها، فمن بال اولى بدل ما تجيبي اطفال وبدل ما يعذبوا الاطفال معاكي وبدل ما نلاقي ان البلد بقت مليانه اطفال شوارع، من الاول نبتدي نستنى، ما عجبتيش حد يبقى خلاص، لكن ان احنا نقول علشان احنا اصبحنا متمردين وقادرين على الاطاحه بالاسره وقدرتنا اصبحت عاليه في الا نتمسك بالاستقرار، ده برضو مش سبب ومش سبب وجيه. لكن احنا بالتأكيد ما بنتعلمش يعني ايه سفينة حياة زوجية. سفينة حياة زوجية فيها مسؤوليات، فيها اتنين ممكن يختلفوا على امور كثيرة، بس المهم في الاختيار ان يكون التلاؤم نسبة عالية. مش التلاؤم يدوبك هي مثلا تقول 40% وقولي 10% وهنتلائم بعد كده او هنصلح من نفسنا. ما حدش بيصلح حد يا جماعه، ما حدش بيصلح حد. يبقى اذا لابد ان نختار الذين ممكن ان يتلائموا بنسبه عاليه بحيث ان مع العشره تيجي، بس ما تجيش لما يكون اختلاف كبير. طب يا دكتور، على الجانب الاخر هناك اشكاليه اخرى يعاني بينها المجتمع المصري، وهي فتره الخطوبه التي ربما ينظر اليها البعض انها فتره تقييم للطرفين قبل الدخول الى الحياه الزوجيه والاستقرار فيها. البعض يشتكي ان هذه الفتره يكون فيها نسبه التمثيل عاليه ما بين الطرفين، وبالتالي يصطدم الطرفين عندما يبقون في بيت واحد بينهم. هذه الفترة يعني ازاي نقدر نستغلها صح في استقرار الأسرة المصرية؟ شوفي حالتي، أنا من 10 سنين قلت لازم يبقى في دورات تدريبية للمقبلين على الزواج، ده لازم. يعني مثلا احنا بنشوف في الخارج الست حتى مش بس في طريقة الزواج، لا ده حتى في الحمل اول ما بتحمل بيبقى في دورات تدريبيه للاب والام، ده طبيعي جدا زي ما بتروح كده تكشف كل شهر، فبرضه بيبقى في دورات تدريبيه للام والاب ازاي يتعاملوا مع الطفل، معنى كده ان الاثنين هيتعاملوا مع الطفل، ومعنى كده الاثنين هيحافظوا على هذا الطفل. برضه في الحياه الزوجيه، الحياه الزوجيه دي حياه كانها لسه كانه طفل صغير، انا عايزه اني احافظ عليه، عايزه احافظ على حياتي الزوجيه. يبقى احنا بنتفق في الخطوبه احنا هنتعامل ازاي، طريقه التعامل دي مهمه جدا في الفتره اللي جايه، ربما حتى نقلل من هذه النسبه المؤسفه في معدلات الطلاق في المجتمع المصري. الاستاذه الدكتوره ساميه خضر، استاذ علم الاجتماع بكليه التربيه بجامعه عين شمس، كل الشكر لحضرتك. واحداث النهار مستمره معكم مشاهدينا، ولكن دلوقتي فاصل اخباري قصير مع موجز الأخبار مع زميلتي مروة الشبراوي. ليكي مروة.